تواصل أهالي محافظة بابل تظاهراتهم واعتصاماتهم السلمية، واضعين نصب أعينهم هدفاً وحيداً بات تحقيقه حلماً يرافق أنفاس حياتهم، وهو إسقاط النظام الفاسد بكل رموزه واستعادة الوطن الذي سلب منهم منذ عام 2003. وجايين ما نروح، احنا خاف على بالهم يعني ننسحب، احنا ما ننسحب، نريد مطالبنا، نريد وطن كافي، احنا كم سنه تحملناهم، احنا نريد وطن، ما ننسحب الا يصير لنا وطن، يعني تتغير كل شيء، كل شيء يتغير، النظام كله يتغير، والاحزاب ترحل وكلها ترحل. المظاهرات مستمره والمطالب مالتها لحد الان ما تنفذت، وهو مطلبنا يعني واحد انه اسقاط النظام، لحد الان الحكومه ما استجابت لهذا المطلب، فاحنا مستمرين بهالشيء هذا لحد ما يعني يلقى لنا حل. متظاهرو بابل الثابتون في الساحات، وبالرغم من القمع الحكومي الذي تخطى كل الحدود الحمراء، يصرون على مواصلة ثورتهم التي بدأوها حتى تحقيق جميع المطالب التي خرجوا من أجلها. اليوم احنا ماضيين على الرغم من هاي الدماء اللي سالت، احنا عندنا ايمان بانه كل ثوره لابد تقدم، واليوم هاي سكوتنا عن هاي الاحزاب المارقه 16 عام، فصار من ضروره ملحه وطنيه تقديم دماء، احنا كلنا مشاريع استشهاديه في سبيل تحرير هذه البلد من هاي الطغمه الفاسده. ثوره 1 اكتوبر اللي طينا بها شهداء اغلى منهم ومن كراسيهم ومن احزابهم، احنا ما راح نستسلم، وكل ما تقتلون شهيد من عندنا راح نطميه وما راح نستسلم نهائيا، وكل اللي راح على فشل ثورتنا أقول له أنت الفاشل، مو إحنا الفاشل ولا ثورتنا راح تفشل. متظاهرو بابل كغيرهم من أبناء العراق الذين افترشوا الساحات والشوارع، غدت ثورتهم ومطالبها حلما يتحملون آهاته وأوجاعه ويحملون آماله الجميلة في قلوبهم، كيف لا وقد بات كابوسا يطارد الأحزاب الفاسدة الجاثمة على قلوب العراقيين منذ سنين طويلة.